لما جاء موسى عليه السلام كم إحصائي حصيلة القتل الذين قتلهم موسى عليه السلام؟ كم؟ واحد عمداً أم بالخطأ؟ بالخطأ وكزه موسى فقضى عليه. كم حصيلة القتلى الذين أجرم بهم السفاح فرعون؟ كم الحصيلة؟ ملايين، كلهم أبرياء، كلهم بالعمد، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ لما جاء فرعون ورأى موسى، القضية قضية إعلام، قال لموسى عليه السلام: انظر بجاحة المتبجح المجرم، يقول لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لا أجل أنت المسلم يا فرعون. يقول لموسى: فعلت فعلتك، حتى ما يحتاج نذكرها لأنها كبيرة عظيمة، التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا اللي نشوف الأخبار اليوم، يقتلون الناس ثم يقولها هم الذين بدأوا رموا الحجارة. كذب، صح يا جماعة؟ هذا كله في كتاب الله العظيم، علمك الله سياسة الكفار.